السلام عليكم، مرحبا بكم جديد على قناة الأستاذ الافتراضي أو صفحة بروف سوما. في هذا الفيديو غادي نعطيكم الملخص ديال لا سيتياسيون انيسيال. فهذه سلسلة متعلقة بأوشون، سلسلة جديدة على القناة واللي كان من خلالها غادي نشرح أوشون بالتفاصيل ديالها، يعني أي حاجة محتاجينها في هذه الرواية هذه واللي غادي تخليكم تجيبوا أكثر من 18 على 20، علاش لا، فغادي تلقاوها في هذه السلسله هذه. الا بغيتو نكمل فيها ما عليكم الا تضغطوا على زر لايك وكذلك البارطاج باش هكذا يكون تفاعل مع لي فيديو وانا نتحمس نحط لكم الباقي لان راه عندي واجدين لي فيديو. دونك ديجا قريت معكم لا سيتياسيون انيسيال، كتعرفوا ملي كنقرا معكم راه كنشرح لكم كاع المعلومه الكلمات وكذلك كنعطيكم حتى معلومات على الدروس. هذه هي الاضافه اللي كاينه في القناه، وهي انني كنعطيكم معلومات اللي غادي تحتاجوهم كاملين وكذلك كيكونوا صحاح لان انا كنبقى استاذه ديال الماده ماشي متطفله على الميدان. دونك كنت خدمت معكم لا سيتياسيون انيسيال. شنو هي كتذكر شنو هي لا سيتياسيون انيسيال؟ هي مرحله من لو شيما ناراتيف. ديجا شنو هي لو شيما ناراتيف؟ كتعرفوا ان القصه دائما كيكونوا مثلا فيها الاستقرار في الاول، كنتعرفوا على لي بيرسوناج، على فين كاينه القصه ايتترا. شويه كيجي واحد الحدث اللي كيغير المجريات ديال القصه وكيكون غريب على الشخصيات، من بعد كيوقعوا احداث وقائع، كاين اللي كيموت، كاين اللي كيمرض، كاين اللي كيتزوج ايتترا. دونك كيوقعوا احداث على حسب كل قصه، وفي التالي كتكون النهايه. داكور، كتكون النهايه باش يعني مهم. لو شيما ناراتيف هي مجموعه ديال المراحل اللي كتمشي فيها القصه ولا السرد ديال القصه. داكور، حنا في المقطع الاول درنا لا سيتياسيون انيسيال. اي دايوغ انا مقسمه لكم اوشون حسب ليتاب دو شيما ناراتيف وكذلك حسب المقاطع اللي غتقراوهم في النص. دونك هذاك المقطع الاول كان ديال لا سيتياسيون انيسيال، وباش عرفنا سيتياسيون انيسيال لان فيه لا بريزونطاسيون دي بيرسوناج، التقديم ديال الشخصيات، لا بريزونطاسيون دي كادر سباسيال، يعني فين كتجري الاحداث القصه. وكتعرفوا دابا راه كتجري في العروبيه، الاحداث تدور في العروبيه ديال او بي دون كولين ا كوتي دو ستاسيون دو رول اي بور ايتترا. الشخصيات الاساسيه هما لي تيفاش اي لي فالا، وهاد الشخصيات هادو كاملين فيفي بينيبلومون، كاملين كيعيشوا في الفقر سي بون، يعني وكاين عندنا لامبارفي بيان سور. فهادشي كاملين مؤشرات ديال لا سيتياسيون انيسيال. دابا في هاد لا فيديو غنعطيكم الريزومي اي لا سيتياسيون دو باساج. الريزومي كملخص بسيط بطبيعه الحال، عندنا لي دو فامي لي فالا اي لي تيفاش، تيفاش بلا اس. فهاد جوج العائلات فيفي ميزيرابلومون دون دو شوميير فوازين، كيعيشوا ببؤس ولا في فقر مدقع في جوج ديال المنازل اللي هما مجاورين، او بيي دون كولين تحت ولا في قدم تله، يعني في تحت ديال شي واحد الجبل صغيور. ديجا شرحت لكم لا كولين هي واحد الجبل اللي ما كيكونش ما عندوش القمه حاده، فهمتي؟ قمه كتجي دائريه، واصلا حتى داك الجبل كيكون قصير. هنا كنفهموا ان الاحداث غادي تجري في لا كومباني. شاكون ا كاتر اونفون، يعني كل شوميير كل دار عندها اربعه ديال الاطفال. اي الى ريفو بارون دو لي كونفوندر، وكيوقع شي مره الاباء كي ما يعني كيتخلطوا ليهم الاطفال. دونك هادي ملخص بسيط لا سيتياسيون انيسيال. دابا نمشيو لا سيتياسيون دو باساج. شنو هي لا سيتياسيون دو باساج؟ هي انك كتحدد النص فين جا، واش جا في البدايه، واش جا في الوسط، واش جا من بعد شي حدث مهم، وكذلك كتعطي بحال الفكره العامه اللي كاينه في النص. جو ريبيت، لا سيتياسيون دو باساج كتحدد فين جا. الا كانوا عندنا لي شابيتر ولا مقاطع بزاف فكتقول شنو هو الحدث اللي قبل، ولا الا كان في البدايه كتقول بلي انها في البدايه، زائد خصك تعطي الفكره العامه للناس. هانتوما لاحظتوا سي لو ديبي دو لا نوفيل رياليست انتيتولي اوشون، هذه البدايه ديال هاد النص زعما هذا. اي لو ديبي يعني البدايه ديال القصه الواقعيه. انتيتولي هي تسمى. كنتمنى انكم تحفظوا هذه الكلمه هذه لان اللي كيستعملها كيكون متمكن بالفرنسي، يعني نتوما الا درتوها في القسم الاستاذ غادي ياخذ عليكم انطباع جيد، يقول هذا التلميذ راه مجتهد وكيبحث على الكلمات، وبالتالي غتكون علاقتك معاه مزيانه، وهذا الشيء غياثر على النقطه بطبيعه الحال. دونك انتيتولي اوشون التي تسمى
شون في الحقول دون لوكيل يعني هاد البدايه هذه لو ناراتور نو بريزونت لو كادر سباسيال. دونك لاحظوا انا دابا عطيتكم التحديد فين جا، دابا كنعطيكم الفكره العامه ديال النص الاول دون لوكيل لو ناراتور نو بريزونت لو كادر سباسيال اللي من خلال هذا النص هذا الراوي، كتعرفوا ان الراوي اللي كيتحدث هذه معلومه ماشي الكاتب، الكاتب ما كنهضروش عليه في القصه، الكاتب هو اللي كتب القصه، ولكن هذاك اللي كيسرد القصه وكيتسمى لو ناراتور. عندكم تخلطوا ما بين لو ناراتور و لوتور، لوتور هو الكاتب، هو اللي كيخلق القصه داكو، وكيخلق ليها واحد الشخصيه اللي ما كتكونش شي مره مذكوره، هي اللي كتعاود الاحداث واللي هو لو ناراتور داكو. دون لوكيل لو ناراتور نو بريزونت لو كادر سباسيال يعني كيعطينا الاطار الزمان المكاني ديال القصه، يعني فين كتجري احداث القصه، اي لي بيرسوناج برينسيبو دو ليستوار والشخصيات الاساسيه ديال القصه. il s'agit alors de l'incipit يعني هذا الانسيبيت. شنو هو الانسيبيت؟ هي ملي كيكون عندنا في النص البدايه زائد لا بريزونطاسيون دي بيرسوناج تقديم الشخصيات زائد عندنا تقديم ديال لو كادر سباسيو تومبوري يعني عندنا التحديد ديال النص من الناحيه الزمنيه والمكانيه. ملي كيتجمعوا هاد ثلاثه ديال العناصر فهما فهذا لانسيبيت. جو ريبيت لانسيبيت سي لو ديبي دو ليستوار ولا دو لوفر جينيرالمون، هي البدايه ديال داك الكتاب. كنزيدو عليه ملي كنلقاو التقديم ديال بيرسوناج هنايا في اوشو عندنا لي تيفاش اي لي فالا، عرفنا ان الشخصيات الرئيسيه هما لي تيفاش اي لي فالا، وزائد لو كادر سباسيال عرفنا من خلال البدايه ان القصه غتكون الاحداث ديالها معظم الاحداث ديالها في لا كومباي. ملي كيتجمعوا هاد الشروط راه كنهضروا على لانسيبيت. نتمنى هاد لا فيديو عجبتكم، الا بغيتو نحط لكم الفيديو المواليه اللي غادي تكون كتهضر على لي زاكس دو ليكتور يعني داكشي اللي كديروه في القصه، فخليوا ليا تعليق، وكذلك ما تحرمونيش من لي لايك ديالكم. نخلي لكم الراحه، يا تري تري بيانتو.